صرت المنتخب الوطني اخويا هو الركراكي. الركراكي ما دارش واحد كان عليه يدخل عطية الله في الديبار، حيت ما اصلا مزراوي كان مقصح في رجليه ثلاثه الماتشات ما لعبش، ولا فوت الاخر اللي دار فلونطريما باش توعد ليه بوفال، وتوعد في الماتش الثالث توعد زياش، حتى هي عندنا خساره كبيره. واللعب ديال اوروبا ديال كاس العالم راه ماشي هو لعب ديال افريقيا، افريقيا خفاف، حنا عندنا الوسط ثقيل، سي مرابط راه ثقيل، كان عليه على الاقل على الاقل يدي جبران، جبران يجي يلعب مع افريقيا، حيت حنا ما لاعبينش مع منتخب ديال جنوب افريقيا، لاعبين مع ساندونس. ساندونس لاعبين ماشي منتخب ديال جنوب افريقيا، راه ساندونس فرقه تعرف لها الحاجه الوحيده هي الوداد البيضاوي اللي تعرف لها الفرقه هذه. كان عليه يدي العملود، قال لك غادي يدير العملود، ما داش العملود، ما داش جبران، دا عطيت الله، عطيت الله لعب شي الماتش الثاني على الاخر، الماتش الثالث اللي غادي يلعب ما لعبتيش، لا كرهك تلعبو، حيت هذاك هو البيتور عندك كاع، هو اللي غيطلق لك الباسات غيعطيهم للنصيري. وشحال من كنا غادي نربحوا بيلاتي، بيلاتي كان علينا الضغط، الحكيمي ما عندوش مع البيلاتيات معروف، حيت ما كاينش السي جي اس، ما كاينش حكيمي ما عندوش مع البيلاتيات. هادشي اللي غادي نقول لك اخويا، كان عليه هذيك الساعه، واصلا السير كراكي دار واحد الفوط خايب كاع اللعابه، الفوط اللي دار خايب، الدراري اللي كان في كاس العالم ومالك كان عليه يديهم للكوت ديفوار، بحال اشرف داري، بانون، هذاك اش يقولوا لي المارك علينا اللي مارك مع بلجيكا، ما عرفت سميتو كاع، نسيت على سميتو، تهرب لي من طرف لساني، بوخلال، والدراري ديال الوسط راه ما كاينش، كاين عندنا واحد اللي كاين الوسط راه هو كاين هو مرابط، مرابط ثقيل، عندو اللعب ديال اوروبا، واللعب ديال اوروبا ماشي هو ديال جنوب افريقيا، واخا كون ربحنا جنوب افريقيا غادي نطيحوا مع شي، غنقدروا نطيحوا مع شي فرقه اخرى، والله حنا تزقنا، شحال من ماتش تزقنا، راه طحنا مع واحد المنتخبات اللي قلال. راه المنتخبات اللي طحنا معاهم راه والو، راه المنتخب الاخر كاع درنا معاه تعاود واحد لواحد، راه البيوت راه عبارازا، نكذب عليك كذاب، راه كاس العالم راه ماشي هو هاد الكاس هذا، نكذب عليك كذاب اخويا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، الركراكي راجع هادشي ديالو ويعرف شنو تيدير.